أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. بدأ تنفيذ اتفاق مدينة جاسم الأخير بعد انتشار قوات سلطة الأسد برفقة عناصر من المجموعات المحلية في بعض الطرقات الرئيسية في مدينة جاسم شمال درعا وفق تجمع أحرار حوران. وأوضح التجمع أن انتشار قوات الأسد سيجري لنحو ساعتين في بعض الطرقات الرئيسية بمدينة جاسم، ثم يجري انسحاب كافة التعزيزات من محيط المدينة بشكل كامل، وبعدها ستفتح كافة الطرقات أمام المدنيين وفقا للاتفاق الذي جرى أمس الاثنين بين قيادات جاسم وضباط سلطة الأسد. استهدف الطيران الحربي الروسي بعدة غارات محيط قريتي الشيخ يوسف والقنيطرة غرب مدينة إدلب وفق مراسل حلب اليوم. وأضاف مراسلون أن قوات الأسد كانت قد قصفت بصواريخ جولان الثقيلة محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي دون وقوع إصابات. استقبلت مديرية صحة إدلب وفدا من منظمة الصحة العالمية في زيارة للاطلاع على الواقع الصحي في المنطقة، وتأتي هذه الزيارة من أجل تنسيق الجهود وإشراك مديرية صحة إدلب في تحديد الاحتياجات والأولويات لدعم القطاع الصحي في الشمال السوري بالشكل الأمثل. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل أحد عناصرها إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين بريف الحسكة، وأضافت أن خليل إبراهيم حميد وهو عنصر بقوى الأمن الداخلي التابعة لها تمت عملية اغتياله قرب قرية عجاجة التابعة لمدينة الشداد جنوب الحسكة. كشفت قناة المملكة نقلا عن مصدر عسكري أردني أن مهربي المخدرات التسعة الذين ألقي القبض عليهم على الحدود الشمالية جميعهم يحملون الجنسية السورية. وكان الجيش الأردني أعلن مساء أمس الاثنين ضبط قرابة 5 ملايين حبة كبتاجون ونحو 13 ألف حب كف حشيش وكمية من الأسلحة على الحدود مع سوريا. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 عناصر من تنظيم PKK شمال سوريا والعراق. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب أن 3 عناصر من PKK تم تحييدهم في منطقة هاركوك شمال العراق، في حين تم تحييد 4 آخرين في منطقة عملية درع الفرات شمال سوريا. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.